كمان جسمه انيميا هرجع له اقعد معاه شوي. بس لو زادت الالبسيس تبقى المشكله اسمها ايه؟ قلت لكم قبل كده اسمها بولي سايتيميا. طب خلوني اسال الناس الشاطره كده زي سلسلين سؤال يقول لي فعلا شاطره وفاكره ولا لا. عيال البولي سايتيميا اللي عنده كوى حمراء كتير ده كويس ولا تعبان؟ تعبان. تعبان ليه؟ لان الالبسيز هتخلي الضغط عالي وبالتبعيه ممكن قلبه يصاب بفشل في القلب بعد كده. فجيت قلت لهم يا فرح طب ايه اللي يعمل البوليسايثيميا؟ قالوا لي خد بالك البوليسايثيميا نوعين، في حاجه اسمها برايمري بوليسايثيميا وسكندري بوليسايثيميا. دايما كلمه برايمري في الطب هتلاقيها بشار جايه مع الحاجه اللي هي الاصل او ملهاش سبب تاني. يعني مثلا البوليسايثيميا البرايمري اسمها بوليسايثيميا فيرا، ايه السبب؟ لا حقيقة ما اعرفش، ده البون مارو فجأة اتجنن وعمال يطلع في الكوى الحمراء فبدأ يزيد الكوى الحمراء عنده قوي. الكوى الحمراء بس قوي، لا بما ان البون مارو اتجنن فهيزود كل خلايا الدم. هيزود ايه يا فرح؟ لو فيكم حد شاطر يقول لي يا بيه بقى البوليسايثيميا فيرا عكس حاجه اسمها ممتاز عكس الابلاستيك انيميا. هناك في الابلاستيك انيميا فالبون مارو ديستراكشن بيقلل كل خلايا الدم كان اسمها ايه؟ ابلاستيك انيميا. انما النهارده لا، ده البون مارو نشيط لدرجه انه عمال يطلع في خلايا اكتر من اللازم، طلعت كل الخلايا. تبقى البوليسايثيميا اسمها ايه؟ primary polycythemia. إنما يا أميرة السكندري بوليسايثيميا دي ليها سبب. وإيه السبب؟ قال لك السبب غالبا الهايبوكسيا. غالبا إيه؟ هو كده يبقى اللي هيزيد هو هرمون الإريثروبويتين بس. يبقى هتزيد كل خلايا الدم. يبقى اللي هيزيد مين؟ الأربيسيز بس. يبقى انا يا ايهاب لو رحت الجيم بتاعنا 3 4 اشهر ورا بعض وحضرتك لقيت كوري الحمراء عاليه اكتر من الطبيعي، ممكن يا محمد بما انك ان شاء الله دكتور في المستقبل تقول لي انا كده يبقى عندي ايه؟ اولا انا عندي بوليسايثيميا برايمري ولا سكندري؟ لا سكندري. طب وانا جالي بوليسايثيميا ليه يا رنا؟ عشان يا دكتور اصل انت تحولت الى اثليت والاثلت عنده الهايبوكسيا بتطلعها، فيبقى انت كده عندك سبب واضح. اذا البوليسايثيميا بتاعتك سكندري وهتلاقي اللي زياده عندك هي الالبسيس. معايا بيه؟ صعب الكلام اللي انا بقوله يا سفيان يا نور؟ اذا لما اجي اقول لك ما هي البوليسايثيميا، البوليسايثيميا هذه هي زياده الالبسيس. لو البوليسايثيميا دي حاصله بدون سبب واضح، ده البول مارو عمال يطلع كل خلايا الدم بزياده، فتقول لي دي اسمها بوليسايثيميا فيرا وديت بيبقى فيها البول مارو اتجنن وعمال يطلع خلايا الدم كلها. انما حضرتك لو لقيت ان الالبسيس بس هي اللي زياده فغالبا هناك سبب وهو الهايبوكسيا طلعت ايرثروبويتين كتير، فتقول لي يبقى البوليسايثيميا اللي عندك يا دكتور كده اصبحت ايه؟ سكندري بوليسايثيميا. معايا ولا كويس؟ هذا هرمون صح؟ ما حد يسأل. كان كله مشبه عليا. مش عارف بتجيب له يا ماما. يا نهار اسود. سمعت اسمها بيقول لي ده هرمون؟ لا لا متأكد، أنا عارف بس متأكد. متأكد معلوماتك إنك ماشي. استغفر الله. بلاش الأسئلة دي. أنا راجل عندي الضغط فبلاش أموت على إيدك. واضح إن البوليسايثيميا كانوا كلمتين والحمد لله خلصوا. تعالوا بقى أما نتكلم في موضوعنا الكبير المهم اللي هو نقص الكوى الحمراء. فحسن قاعد هناك قال يا دكتور نقص الكوى الحمراء ده يعني أنيميا. إذا ما هي الأنيميا؟ ولما تقل الكوى الحمراء طبيعي ان هيقل الهيموجلوبين.
ايوه ايه مشكلتكم يعني؟ قالوا لي مشكلتنا ان كده هيقل الاكسجين كارينج. هيقل ايه حضرتك؟ الاكسجين اللي بيتشال يوصل الانسجه هيقل. فقلت لهم اه. لدرجه يا دكتور ان من اهميه الموضوع ده بعض العلماء بيعرفوا الانيميا انها decreased oxygen carrying due to decreased RBCs and hemoglobin. فاهمه؟ يبقى ممكن اعرف الانيميا بسهوله بانها ايه؟ decreased RBCs and hemoglobin leading to decreased oxygen carrying. بعض الناس يقول لك ايه؟ لا ده decreased oxygen carrying due to decreased RBCs and hemoglobin. هي هي بس هم بعض الناس يقول لك ايه؟ ما تنساش خطوره الموضوع. ايه خطوره الموضوع؟ ان الاكسجين مش بيتشال. ايه رايك يا حسن؟ الانيميا دي حلوه ولا وحشه؟ وحشه. سيبها سودا يا بيه. الاكسجين ما بيوصلش الانسجه فطبيعي اني ما بقدرش اعمل اي مجهود. تيجي البنات تساعد مامتها مثلا في قبل العيد ولا قبل دخله رمضان. مش قادره وتقع. ليه؟ الاكسجين ما بيوصلش كويس الانسجه مش قادره تعمل شغل. ويبدا المخ يقذف الاكسجين مش واصل له كويس فيحسسها انها دايخه ومصدعه ونهجان. والانيميا مش بس كده، ما هو لما الانيميا تزيد يعني الكوى الحمراء تقل قوي هتبدا الفيسكوسيتي تقل قوي فضغط الدم يقل قوي فيبدا الدم ما يوصلش كمان او يوصل للانسجه بس الدم هبوط. مشاكل كبيره كده يا ايهاب لدرجه ان السيفير انيميا ممكن تموت. فأكيد حضراتكم قاعدين دلوقتي عايزين تعرفوا أعالج الأنيميا إزاي. إحنا كدكاترة أهم حاجة حاطينها في بالنا دايماً يا دانا إن علاج أي مرض أولاً علاج سببه. أكيد. طيب عشان تعالج الأنيميا لازم تعرف سبب الأنيميا. فلما أجي أقول لكم طب إيه سبب الأنيميا؟ تقولوا لي العلماء قسموا الأنيميا إلى ثلاث أنواع. قالوا إن في أنيميا حجم الشور الطبيعي فاسمها مورموسيتك وهيموجلوبين الكولا الطبيعي فاسمها مورموكرومي. بينما في انيميا الشور الحمراء تبقى صغيره والهيموجلوبين جواها قليل فيصبح اسمها مايكروسيتك هايبوكرومك. بيتهيألي يا نورا انت متوقعة لوحدك ان النوع الثالث من الانيميا هتبقى الكور الحمراء كبيرة اسمها ماكروسيتك ما بتبقاش هايبركوك فبنقول عليها ميجالو بلاستيك انيميا. بنقول عليها ايه؟ فالناس هتقول يا دكتور وحضرتك بتحسب او بتعرف حجم الكورة ازاي؟ فقلت لهم في العمل ان شاء الله بتاع البلد هيبقى عندنا يا سفيان حساب حاجه اسمها ام سي في وام سي اتش. مين دول؟ ده متوسط حجم الكوره الحمراء وده متوسط هيموجلوبين الكوره الحمراء. فانا هشوف حجم الكوره بتاعتي لو لقيتها طبيعيه يبقى الانيميا بتاعت الراجل ده ايه؟ نورموسيتك نورموكوك. ولو لقيتها صغيره تبقى الانيميا مايكروسيتك هايبوكروميك. ولو لقيتها كبيره تبقى الانيميا ماكروسيتك اللي اسمها الثاني ايه؟ ميجالوبلاستيك انيميا. فمحمد قال لي يا دكتور هو ازاي الكور يبقى حجمها طبيعي وعلى الرغم من كده العيان عنده انيميا؟ قلت له محمد ان حجم الكور طبيعي بس عددها اقل قليل. زي مثلا كده لو واحد جاله نزيف حاد اكيوت بلاد لوس، واحد عمل حادثه ونزف دم، فلما ينزف دم يا هديل طبيعي انه فقد كور حمراء. اذا عدد الكور الحمراء اللي موجود دلوقتي طبيعي ولا قليل يا سفيان؟ قليل، عنده انيميا، بس الكور اللي ما وقعتش من جسمه حجمها طبيعي، يبقى هيبقى عنده ايه؟ حد فاكر حاجة اسمها أبلاستيك أنيميا؟ لما البول مارو توقف عن العمل، البول مارو ما قبل ما يقف خالص كان بيطلع كور حمراء عددها قليل بس حجمها طبيعي. يبقى عيانين الأبلاستيك أنيميا بيبقى عندهم نورموسيتك أنيميا. الاحتمال الثالث يا أولاد
اسمه هيموليتيك. في حاجه جت كسرت الكول الحمل، والحاجه اللي تكسر الكول الحمل جايز يكون عيب داخلي في الكول الحمل، او عيب او حاجه جت لها من بره. حاجه جت لها من بره ازاي يعني؟ رنا قال لك بعض الكيميكالز، بعض الانفكشنز، سم بعض التعابين، سناك فينوم، الحاجات ديت بتكسر الكوى الحمل. امال ايه العيوب اللي ممكن تكون في الكولا؟ قال لك اولا السفيروسايتوزس ونقص جي 6 بي دي انزيم والثلاسيميا والسيكل سيل انيميا. اسمع لان الكلام ده بايو كيمستري، فخليني اقوله لك لو ما كنت سمعت لسه في الوقت. العيوب الداخليه في الكول الحمراء ان في مشكله في الكول الحمراء. غالبا مش هنسالك على الكلام ده يا اسماء، ده كلام بايو، بس بما انه مكتوب في الكلام ده هقوله. اول احتمال ان الكول الحمراء لم تعد بايكون جيل. ولو حضرتك يا زيد حضرت تاني حصه، فكنا بنقول ان الارجستين بايكون جيل وده بيديها فليكسيبيليتي، كان بيحميها وهي معديه في الممرات الضيقه. حتى انا ساعتها قلت لك ان لو الكول الحمراء بقت كول بجد هتتكسر. الحاله دي اسمها ايه؟ سفيروسايتوزس. اسمها ايه؟ سفيروسايتوزس. فدي اول واحده سهله. تاني حاجه يا محمد هي نقص انزيم اسمه جي 6 بي دي انزيم، وده اسمه الفافيزم، مرض الفول. ايه دوت؟ قال لك العيانين دول لما بيتعرضوا لبعض المواد بيبدا عندهم انزيم اللي هو جي 6 بي دي انزيم، المفروض انه بيعمل خطوه معينه هيقولوها لك بتوع البايو، فيوفر لهم الناد بي اتش. ناد بي اتش دوت كو انزيم مهم. طب ولو الخطوه ديت ما حصلتش وما بقاش عندي ناد بي اتش؟ قال لك ساعتها الجدار بيبقى هش وقابل للتكسل. وقابل ايه؟ فلما بياكلوا الفول وبعض الاوكسيدايزنج ايجنتس بيبقى عندهم المشكله ديت اكتر، ان الجي 6 بي دي انزيم دوت مش موجود، فما بيعرفوش يحافظوا على الكور بتاعتهم سليمه، فالكور الحمراء بتتكسر. بيني وبينكم المعلومه ديت فيها كلام، يعني فيها تفاصيل تانية زي ما بتوع البايو يقول لك هم اصدق في الحته دي. انما الثلاسيميا والسيكل سيل انيميا عايز اقف عندهم بقى. هو انت كأضلت يا نورا الهيموجلوبين بتاعك نوعه ايه؟ الهيموجلوبين A1 ولا A2؟ اغلبه A1 اللي هو كان 2 الفا و2 بيتا، ولازم يبقى دول موجودين بالاساس. لو فشل الانسان في تصنيع الالفا او البيتا اصبح الهيموجلوبين دوت مش شغال كويس، وهي ديت الحاله اللي اسمها ثلاسيميا، أنيميا البحر المتوسط. دي موجودة في حوض البحر المتوسط كله. بعض الأطفال بيتولدوا ومش عارفين يصنعوا الاثنين ألفا أو الاثنين بيتا. أما تطلعي سنة 5 إن شاء الله في الأطفال يا هديل هيقولك إن في ثلاسيميا ميجور مش عارف يصنع خالص وده بيموت. في بقى ثلاسيميا ماينور يعني بيصنع بس بيصنع بكميات قليلة وده بيعيش بس بيعيش حياته كلها تعبان لأن الكوى الحمراء دائمة التكسر. واخر حاجه هي السيكل سيل انيميا، ودول بيصنعوا هيموجلوبين اسمه هيموجلوبين اس. في امينو اسيد واحد اتغير. الامينو اسيد دوت لما اتغير يا حسن ما حصلش حاجه كبيره قوي، يعني الهيموجلوبين عايش عادي، بس لما بيمر بنقص اكسجين تتحول الخلايا الحمراء الى خلايا تشبه المنجل فتسمت السيكل سيل انيميا. السيكل سيلز ديت بتروح تمسك في بعض وتتكسر او تتحشر في الكابيلرز فتعمل للعيان اوجاع شديده وتتسبب بعد كده في هيموليتيك انيميا. اغلب الكلام اللي انا بقوله ده يا سفيان مش شغلنا احنا كفسيولوجي، بس انا هقوله لك تاني. السفيروسايتوزس فقدوا البايكون كافيتي والكور الحمراء بقت كور بجد. نقص الجي 6 بي دي انزيمز فقدوا هذا الانزيم فبيفقدوا مادة اسمها ناد بي اتش، وجودها مهم علشان الممبرين يفضل فليكسبل، وفي غيابه يصبح الممبرين فراجعيل.
الثلاسيميا ما عرفوش يصنعوا الاثنين الفا او الاثنين بيتا اصلا، ودي مصيبه سودا. السيكل سيل اسعد حظا شويه، السيكل سيل انيميا يعني الهيموجلوبين فيه غلطه واحده، فبيبقى عادي اغلبيه الوقت، بس فجاه تتحول الخلايا الى خلايا تشبه المنجل وتتحش في الشعيرات الدمويه، تعمل وجع جامد وبعدين تتكسر. طبعا في امراض الدم في سنه 6 في البطنه هتسمع تفاصيل اكتر من اللي بقوله ده بكتير. شايف السهم الاحمر ده؟ بص كويس كده معلش. شايف السهم الاحمر محوط بمين؟ ثلاسيميا. وبعدين مش من تحت من تحت من تحت وبعدين قام طالع رايح فين؟ مكسور. انا عايز اقول لك ايه يا حسن؟ انا عايز اقول لك ان اي هيموليتيك انيميا بتعمل نورموسيتيك نورموكوميك ما عدا الثلاسيميا. الثلاسيميا بس. فاهم اللي انا بقوله؟ كل الهيموليتيك انيميا هتلاقي الكور حجمها طبيعي. ما عدا نوع واحد من الهيموليتيك انيميا اللي هو مين؟ الثلاسيميا فقط. ايه؟ امال انتوا شرحتوها ليه هنا يا دكتور؟ احنا شرحناها هنا لان احنا بنشرح اصلا الهيموليتيك انيميا كلها. فقلنا هو التاني ان كل الهيموليتيك انيميا بتعمل نورموسيتيك نورموكروميك ما عدا حاله واحده بس يا سميه اللي هي حاله ايه؟ حاله الثلاسيميا هتعمل مايكروسيتيك. لكن بيني وبينكم انا لو حللت اغلبيه البنات اللي قاعدين هيطلع عندهم مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، والمايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا سببها دائما وابدا نقص العيرن. مفيش حد بس خلاص. ولما حد يقول لك ايه اسباب المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا تقول له واحد ديفيشنسي اوف عيرن، ولو افتكرت يبقى اقول له، ولو ما افتكرتش مش هنزعل منك. بس لو نسيت الايرن ديفيشنسي لا ما تنطقش احسن، يعني ما تقولوش ثلاسيميا وتنسى الايرن ديفيشنسي، لدرجه ان في دكاتره كبار قوي ما يعرفوش اصلا الثلاسيميا، بالنسبه له المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا تعني ايرن ديفيشنسي. تمام؟ لان هو ده السبب الرئيسي فعلا للمايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. امال المايكروسيتيك انيميا سببها ايه؟ حد فاكر؟ حد فاكر الخلايا امبارح اللي ما عندهاش بي 12 او فوليك اسيد فما عرفتش تنقسم فكانت وكبرت وكانت وكبرت وكانت وكبرت وعم تنزل الدم وهي ماكروسايت او ميلانو بلاست. يعني انا محمد اجي في الامتحان اقوم كاتب كده ان دي انيميا ايرون ديفيشنسي واروح قالك لا هتكتب الاسباب. ايه الاسباب بقى؟ اسمع بقى يا سيدي، اي حاجه ناقصه في جسمك فالاحتمال الاول انك ما كلتهاش، الاحتمال الثاني انك كلتها بس ما امتصتهاش، الاحتمال الثالث ان حضرتك كنت محتاج اكتر، واحده ست حامل عايزه ليها ولابنها او طفل بيكبر فعنده متطلبات اكتر من اللازم. السبب الرابع سبب متغير. ايه اسباب نقص الحديد؟ اربعه. واحد اثنين ثلاثة الرابع لسه ما عرفش. اسباب نقص البي 12 اربعه. واحد انت واحد اثنين ثلاثة أربعة لسه ما عرفوش. أسباب نقص الفوليك أسيد أربعة. واحد اثنين ثلاثة إنكريز ديموند. أربعة أسباب نقص زعبوط العفريت في جسمك. واحد إنكريز ديموند. اثنين ثلاثة إنكريز ديموند. أربعة لسه ما عرفوش. أي حاجة هتقل في جسمك هم دول الأربع احتمالات. الاحتمال الأول إنك ما كلت زعبوط العفريت أصلا. الاحتمال الثاني كلتيه بس ما عرفتيش تمتصيه. ثلاثة كنت محتاج أكتر من زعبوط العفريت. أربعة حاجة تخص زعبوط العفريت. زعبوط العفريت ده سفيان كناية عن أي حاجة. تمام؟ يا دكتورنا هيعدي علينا في آخر الهيموستيزس إن الفيتامين كي لما يقل بننزف.
مش مهم الكلام ده. ايه اسباب نقص فيتامين كي؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة حاجة تخص معايا. بس الناس الاذكياء هيعرفوا حاجتين، ان النقص الابسوربشن ده لازم ارجع للابسوربشن نفسه. يعني لما اجي اقول لك نقص الابسوربشن في الايرن واروح انا غلطان، تقول لي يا دكتور ممكن نقص ال HCL، ممكن نقص الفيتامين سي، ممكن ان حضرتك بتشرب شاي فبيعمل فايتات ويمسك. طب اسباب نقص امتصاص البي 12، تقول لي البارايتال سيلز مش شغاله، ودي حاله عايز اعلق عليها انتوا عارفينها، اسمها البرنيشس انيميا. اسمها ايه؟ برنيشس انيميا. الناس المساطيل عايز اقول لهم ان البرنيشس انيميا هي احد انواع نقص الامتصاص. ازاي يا حسن؟ ما هو اللي حصل في البرنيشس انيميا ان الجسم صنع انتي بودي ضد البارايتال سيل ام وقفها عن خروج الانترنسك فاكتور، فما بقتش عارف امتص الفيتامين بي 12. فاهم اللي انا بقوله؟ طب وايه تاني؟ عايز حد شاطر يقول لي حاجه تخليني ما اعرفش امتص البي 12؟ ها؟ برافو عليك يا سلسبيل، ديزيز في التيرمينال ايليا يا دكتور. يبقى انا كده المفروض بس اعرف الحاجه المختلفه. ركز بقى عشان انا قررت اخلص. الحاجه المختلفه في الايرن هي الكرونيك بلاد لوس. طبعا طلبت الموديول غير طلب زمان. كنا زمان لما نقول كلمه كرونيك وهنا كلمه اكيوت الناس تقعد ساعة، انما دلوقتي هنقعد نفس الساعة مش هتبقى اي حاجة، لان واضح ان مفيش اي حاجة اتغيرت يعني الحمد لله. ايه الفرق يا سيد ايهاب ما بين الكرونيك والاكيوت؟ الاكيوت دول نزفوا مرة واحدة وما نزفوش تاني، انما الكرونيك ده عنده سبب مستمر ومزمن للنزيف. عنده قرحة في المعدة، عنده ديدان، عنده بواسير، بيبتك أرسل، أنكيلوستوما، أو حضرتك عنده بايلز، فكل كام يوم ينزف شوية دم. فالبون مرة ينده الليفر يقول له معلش اديني شوية حديد من اللي عندك، أصل الليفر هو اللي مخزن الحديد. يصنع هيموجلوبين ويحطه في الكرة الحمراء وينزله. يومين أم نزف تاني. معلش الليفر شوية حديد كمان حاصل. الكرة الحمراء نزل الدم. نزف تاني. معلش إيه الحديد قليل؟ هات اللي عندك. ولأن الحديد قليل هنحط هيموجلوبين قليل في كور صغيره وننزلها الدم. فهمت يا بشار ليه دايما نقص الحديد بيعمل مايكروسيتك هيدروكلوريك انيميا؟ لان انت غصب عنك هتصنع كميات هيموجلوبين اقل من الطبيعي، فهتبقى الكور كده كده اصغر من الطبيعي. ايه السبب المميز بتاع الفيتامين بي 12 ديفيشنسي؟ الليفر ديزيز يا دكتوره فرح. وشمعنى يعني قلت الليفر ديزيز مع نقص البي 12 وما قلتوش مع نقص الحديد؟ ما هو الليفر بيخزن الاثنين. قال لك لان الليفر بيامنك المفروض 3 سنين من نقص البي 12. انت معتمد ان انت لو قعدت يومين ثلاثه ما تاكلش لحمه ان انت مخزن في الليفر. فلو الليفر مصاب ففورا البني ادم اي يوم يعدي عليه من غير ما ياكل لحوم هيجي له نقص بي 12 على طول. ما عنديش حاجه متخزنه لحضرتك. معايا؟ اخيرا الفوليك اسيد السبب المميز بتاعه اسمه سايتوتوكسيك دراجز. اسمه ايه؟ وايه السايتوتوكسيك دراجز ديت؟ ركزوا عشان اقول لكم سؤال للاذكياء ان وجد بعد شويه. دي ادويه علاج السرطان. اما ايه هو السرطان؟ طبعا الكلام مفهوم زي حضراتكم، اسمحوا لي اقول لكم كلمه صغيره. ان احنا ببساطه بنشوف ان السرطان ده زي ما انتم عارفين خلايا اتجننت فعمالة تنقسم 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 مش عارف اقف. فالعلماء وقفوا عند الكلمه دي، عمالة تنقسم فمحتاجه تصنع دي ان ايه. قال لك بس اضرب دي ان ايه خليهمش يصنعوه. فبقينا ندي ادويه ضد الفوليك اسيد، لان الفوليك اسيد وظيفته فيجن ودي ان ايه. فكده منعنا انقسام السرطان، بس منعنا انقسام الخلايا العاديه كمان، فتبدا تبان اعراض الكيماوي. ايه بقى اعراض الكيماوي؟ واحد انيميا،
أنه نوع من أنواع الأنيميا؟ ماكروفاجيك أنيميا. ويبدأ بقى يبان معاها تساقط الشعر وكل الحاجات اللي أنت عارفها، لأن الخلايا العادية مش عارفة تنقصها. أنا سؤالي للأزكياء إن وجد. طيب يا دكتور السيتوتوكسيك دراجز سهلة، بس اشمعنى لما جم يدوا السيتوتوكسيك دراجز عشان يوقفوا انقسام الدي إن إيه، وقفوا الفوليك أسيد وما وقفوش البي 12 عشان يا فندم؟ عشان السؤال اللي هو كده عشان ما يضرب الحزون يا بيه. لو وقفت البي 12 يبقى انت بتبوظ جهازي العصبي، يعني انا بحاول اعالجك من السرطان بس بدمر لك جهازك العصبي اصلا، لان البي 12 غير انقسام الخلايا كان مهم عشان تصنيع، فعشان كده مستحيل نحاول نوقف البي 12 والا يبقى احنا بنموت البني ادم بطريقه اخرى. فلما تيجي تعالج السرطان توجه السيتوتوكسيك دراجز انها تضرب الفوليك اسيد مش البي 12. ايه واسم اللي حضر الحصص اللي فاتت هبتري ليه هاد ما كنا نقف عادي.